مستر كولر تم الاستعانه ب 10 لاعبين او 13 لاعب من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، راحوا معسكر الامارات. لعيبه شاركت، لعيبه كانت موجوده في المباريات الوديه. كمان في خمس لاعبين مضوا او خمس لاعبين تأيدوا في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. خلينا اقول لك يا كابتن اسامه ان احنا بنكمل بعض يعني علشان ما نخسفش حق الاخرين، الناس اللي كانت شغاله بينا سواء الكواجه او كابتن خالد، والتكمله من الكابتن وليد ومني ومن الكابتن شوقي، ان احنا بنكمل شغل الاخرين اللي ولاد موجودين. حلوه قوي دي في النادي الاهلي، لا كل واحد بيجي احنا بنكمل اللي بعدنا، لا ده حقيقة. بنكمل اللي قبلينا، دي حقيقه، لان احنا مش هناخد شغل تعب حد، واحنا لسه بنبني وبنكمل ما بدأوا به اللي كانوا قبلينا، سواء الجهاز اللي كان موجود الفني او الاداري. وبالتالي احنا عندنا قاعده كويسه، وعملنا قاعده كمان كويسه، يعني احنا عندنا ولاد. احنا الفتره اللي فاتت كنا عاكفين على اللعيبه اللي هتكمل درجه اولى، وابتديت اكتب اسمائهم، وابتديت احط لهم برنامج هنشتغل عليه الفتره اللي جايه دي. الحمد لله بقى انا تعافيت الفتره اللي فاتت دي، وابتديت انزل الملعب زي الاول. وطبعا بشكر محمد شوقي الفتره اللي فاتت دي قد ايه كان ملتزم معايا، وقد ايه كان بينفذ اللي بقوله، وقد ايه كان عنده اجتهادات كتيره جدا، وعنده افكار بيقولها لي، وبنقعد مع بعض قبل التمرين وبعد التمرين بنشوف ايه اللي يفيد النادي الاهلي وايه اللي يفيد ولادنا. وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في لعيبه تانية تصعد، مش كل اللي عندنا اللي مميزين الصعدوا، في لعيبه مميزه لسه ما صعدتش، ان شاء الله هنفاجئ بيها الفريق الاول في الفتره اللي جايه في خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين. انت بقالك فتره دلوقتي ما يقرب من حوالي 4 5 شهور يا كابتن مجدي رجعت مره ثانيه للكره المصريه وقطاعات الناشئين، ايه اللي انت محتاج تشوفه يتغير الفتره اللي جايه علشان نوصل ونكون افضل؟ طبعا بتتابع مسابقات البراعم، بتتابع مسابقات الجمهوريه، بتشوف اللاعبين، بتشوف مستويات المدربين، ايه اللي احنا عايزين نبني عليه الفتره الجايه عشان نروح لخطوه ابعد؟ عايزين نبني من تحت، ان انت ما بتلعبش على المكسب، من تحت، من البراعم، من البراعم ولغايه سن المنافسه. سن المنافسه من 16 سنه اللي هو ما قبل الاحتراف. كويس، كل ده سن تعليمي. كويس، احنا ما نحطش اللاعب تحت ضغط، لا يتحط اللاعب ولا المدرب ولا ولي الامر ولا النتائج ولا ولي الامر. لان انت يعني على سبيل المثال في النادي الاهلي من البراعم لغايه لما توصل فوق انت في اختبار عشان تلعب فريق الاول. فكل دي حاجات انت بتزرعها عشان تحصدها، او بتتدرب عشان تقول انا موجود من خلال تواجدك في المنتخبات الوطنيه، من خلال صعودك للفريق الاول. كل ده انت في اختبار لغايه اما تسجل في الفريق الاول وتلعب بالفريق الاول. حتى من وانت فوق وانت ما بتلعبش انت تحت الاختبار، ضغوط الاختبار والكلام ده كله. وبالتالي المرحله او الـ او الـ او الفتره اللي جايه دي، القاعده اللي عندنا والقاعده اللي موجوده في النادي الاهلي هتفيد المنتخبات المصريه وتفيد النادي الاهلي. خليني اقول لك ايه اللي انا مضايقني من ساعه ما جيت، من خلال التجارب اللي شفتها من خلال البراعم وقطاع الناشئين. ايه؟ عندنا كارثه كبيره جدا، عشان كده كل منتخباتنا في الضياع. ايه؟ كارثه كبيره جدا، الا وهي التسنين والتصوير. لعيبه المسلمه، تخيل انت لعيبه الوزاره بتاخد اماكن اللعيبه الموهوبه يعني تخيل انت مثلا واحد مخلف اثنين وبيلعب تحت 14 سنه. انا ما شفتهاش في الكوره في اوروبا. يعني يبقى واحد يعني بيلعب اب لابن بيلعب ضده ويقول لك اصل ورقه سليم. ورقه سليم ايه؟ انت ماذا تعني من حصد بطوله ولا كاس صفيح؟ هو القطاع الناشئين بيتعمل عشان اخد بطوله ولا عشان تصعيد للفريق الاول؟ اللعيب ده للنادي والكره المصريه فيما بعد والفريق الاول. هتعمل انت ايه في المنتخب اللي راحوا عملوا الاسوره وطلعوا كله مزور؟ كله طلع للاسف. طب لمصلحه مين؟ وتيجي تقول الكره المصريه في انهيار. ما هم الانديه من الاساس اللي بتسمح لنفسها تشتغل على النتائج. يعني انا يمكن انا اتكلمت الكلام ده قبل كده للكره المصريه، قلت يا جماعه المسؤولين عن الكره المصريه، ما فيش حاجه اسمها نتائج، في حاجه اسمها مهرجانات. تعمل مهرجانات كله بيتساوى، الاول زي الاخير، ما فيش اول. انت بتحتاج، حتى كنا بنعمل هي مشاركه مش منافسه، مشاركه. يعني انت ممكن تاخد 2 من الاهلي و2 من كل منطقه تعمل كده، و2 من مقاولين و2 من السكه و2 من النصر و2 ويلعبوا فرق، يلعبوا بعض. مش النادي الاهلي بيلعب بينافس المقاولين والمقاولين بينافس النادي الاهلي. لان دي مرحله تعليميه بحته. صحيح. هناك فرق بين التعليم والتدريب. اذا انت دخلت الاثنين في بعض فانت انسان بتدمر الكره المصريه وبتدمر ناديك. التعليم ليه مراحل
وليه خصائص بتشتغل عليها والتدريب ليه مراحل بتشتغل عليها. يعني ما ينفعش في سن صغير تقول لي ولد يشتغل على الشغل البدني والبرايفت والناس اللي بتاخد الاهالي اللي فاهمين الكره غلط. ظاهره انتشرت بشكل كبير دلوقتي والاكاديميات وان انت تنطط وتطلع حواجز وقال كده انت شغال. ما هو انت ما تعرفش خصائص هذا اللاعب. ما هو انت لو دارس ومتعلم كويس وعندك خبرات كبيره تقدر تفسر وتمحص وتذاكر وخبراتك تنقلها للولد الصغير ده. ان في السن الصغير ده السن التعليمي بتشتغل على النواحي الفنيه والمهاريه. ولازم تفرق بين النواحي الفنيه والنواحي المهاريه. ما عندناش القصه دي يا كابتن مسلم. احنا عندنا ينط حواجز وينزل من تحت ويجي له تقوس يمسك البراعم. ما فيش التعليم وما فيش لان الانديه عايزه بطوله. انا بطل منطقه القاهره. انا بطل الجمهوريه في الاخر. أيوة طلع لعيبه عندي طلع. اما تجيب الاحصائيه الاخيره وتجيب الانديه كام لعيب طلع من القطاعات الناشئين للفريق الاول هتزعل قوي. كام لعيب كام منتخب وصل لنهائيات هتزعل قوي. واحنا مصر احنا 110 مليون. الموهبه موجوده وقتل الموهبه موجود. يوسفنا اقول لك كده كتير قتل الموهبه. يعني الموهبه لعيبه مسننه مزوره تاخد اماكن لعيبه موهوبه كتير. ده اللي انا بكلمك فيه. فدي حاجات مزعلاني جدا. انك تبقى عندك موهبه تنتقيها وتحافظ عليها. لان الموهوب ده لا ينمى ولا يطور. اللي ربنا اداهولك ده بتاع ربنا. ده موهوب. والمصنوع ينمى ويطور عشان يكمل يحمي الموهبة. المصنوع ده عشان يحمي الموهبة مش عشان يدمر الموهبة. واخد بالك؟ فانت في هم كل فريق بيلعبوا كل الولاد بيطلعوا فريق أول؟ لا طبعا. ليه لعيبة معينة بتطلع؟ لعيبة تبقى موهوبة. لعيبة عندها فكر. لعيبة عندها تالنت. لعيبة عندها شخصية.